89 على 17، يعني هذا النهار 89 في العام ديال 2017. يعني علاش هاد المهمه هاد انا غنشرحها لك من بعد. هذه بي بي بي، هذه راه لاغاس يعني بلون بلو بلج. هذا بي او نمره، هذا راه لو كود ديال لوطوغو اللي كتكون عنده في لابوكل ديالو، وهذا الاسم ديالو ميرسي، حيت حنا ملي كيدار في لازوت كيتكونجلا فهاد لوسونس كتجينا بلو فاسيل مي كنهزو كتشوف ميرسي. حنا كنعرفو ميرسي شكون هو العجل اللي علاش مهم هاد النهار ديال مثلا 89 باش نفترضو كان اي ريكلاماسيون اي يقدر اي يجي واحد يجي يقول راه هاد الزريعه ديالكم فيها مشكل اكس مشكل، حنا غادي تجيب هذيك لابايات الخاويه اللي كتقول طرحت لك مشكل، وحنا اون بو غومونتي لذاك النهار غادي نعرفوا هذا بايت نهار اش دارت، وغادي نمشيو من نقلبوا في الارشيف ديالنا غنقدروا نمشيو للكلاسمو وغادي نجبدوا ايشونتيون ديال مع هذا خو هذاك ديال داك نفس تبقى عندكم هنا باش نقلبوا. يعني هذا هو سي ميزور دو تراسيبيليتي كاينه في جميع المراكز اللي كتكون ديال تلقاح صحي كتبقى، يعني باش ما يمكنش تجيب واحد لابايت هذه بواحد تعرفها غتشدها غتعرفها راه جات في السونتر وهذا النهار الفلاني وانا عجل. هادشي كلهم مهمين باش من بعد كدوز هاد المرحله ديال هاد لي امبريمينا كيخصهم يعمروا. هادي كتما دوز دي ماشين لي كلشي امبورتي طبعا، ماشين دو رومبليساج اي دو سودور اللي كتعمر لينا وكتشد لينا القصيبات. باش من بعد مثلا من بعد مثلا من بعد ما كيكونوا ملي كتكون ملي كيعمروا كيخرج مثلا هما لي زابايت اللي عمرو كيخرجوا لينا هنا ياك. هادي توجو كنخدمو في 8 في 4 ديال الدرجات، اذا هنا تيكون خصو يكون بارد. 4 ديال الدرجات كنديرو واحد ليطالاج ديال هاد القصيبات ياك، كنطاليهم باش غادي نحطوهم في لافابور دازوت ليكيد. دونك هادي كتشوف هنايا كاين واحد الشبكه عندي غادي تشوف، هذا سان كونتينر ديال الكونجيلاسيون كيكون عامر يعني كيكون فيه لازوت ليكيد وكاينه شبكه اون دوسو شبكه باش حنا عندنا الغرض بلا فابور دازوت ليكيد باش في الاول ما يدوزوش مباشرة موان 70 غيدار بعدا في لافابور. هاد القصيدات لي في الأول غادي نديروهم يعني فوق لاكغي يعني الشبكة كنديروهم غي في لافابور دازوت ليكيد باش عاود يعني ديما في الإطار ديال أنهم توجد بروغريسيف. هاد الفروة تيدارو تنسدو عليهم كنخليهم واحد لو طون إكس اللي مناسب لأن غنخليهم حتى يكسبو درجات سلبية ديال ناقص 80 ناقص 90 هنا يبقاو تيبقاو في لافابور دازوت. عاد من بعد كندوزو للمرحلة أننا غادي نديروهم دون لازوت ليكيد. يعني من داز هذاك الوقت اللي مصونسي نخليهم في لافابور ياك كيدار كنديروهم هنا وكيدارو في لازوت ليكيد. هذا كتشوف انه عامر لازوت ليكيد طبعا يفو با هادشي راه كيتسبب حروق لانه تالمون فروا كيحرق سمو مال كاردا. يعني في هذه المرحلة هذه عاد كنقولوا بأنه فعلا درناهم في هادو كونجيلا هادو دون دو لازوت ليكيد.